أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سورة المزمل مدنية مكية، وبعض أهل العلم يستثني بعض الآيات، لكن الراجح أن هذه السورة مكية. يا أيها المزمل، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. المزمل يعني المتزمل، يعني المتلفف بثيابه. لما جاءه الوحي تلفف بثيابه خوفا منه لهيبة الوحي، وقالوا أنه لم يخاطب بالنبي والرسول ها هنا لأنه لم يكن بعد قد بلغ، فقيل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني صل في الليل إلا قليلا من الليل. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص، نصفه يعني هذا قم الليل إلا قليلا، هذا القليل هو النصف. نصفه أو انقص منه، يعني انقص من النصف قليلا، انقص إلى الثلث، انقص إلى الثلث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه، زد على الثلث إلى الثلثين، وأو هنا للتخير. فكان صلى الله عليه وسلم هو وطائفة من المؤمنين يقومون، فشق عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل، فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب، فنسخ الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الأمر بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الآية. ورتل القرآن ترتيلا، يعني تثبت في تلاوته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا، القول هنا بمعنى القرآن، قولا ثقيلا. ثقيلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي، إذا أوحي إليه، عائشة تقول لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا معنى أنه ثقيل، وليس معناه أنه ثقيل بمعنى شديد لما فيه من التكاليف. فالله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل، القيام بعد النوم، قيام الليل في الصلاة، هي أشد وطئا. أشد وطئا، وطئا يعني أثقل على المصلي من ساعات النهار، مثل ما إذن وطئا بمعنى ثقل. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني بمعنى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أثقل. وهنا قراءة وطاء، هي أشد وطاء، الوطاء من المواطأة، يعني الموافقة، يتوافق السمع للقلب على التفهم القرآن، فيتوافق في قلب المصلي ولسان المصلي وسمع المصلي على التفهم للقرآن والإحكام لتلاوته. وأقوم قيل يعني أبين قولا، لأن الليل قالوا تهدى فيها الأصوات فيتفرغ القلب لفهم التلاوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا، سبحا أي فراغا، تتفرغ لنومك، تتفرغ لراحتك، تتفرغ لأشغالك. إن لك في النهار سبحا طويلا. والسبح والتسبيح في القرآن له معاني. المعنى الأول بمعنى الفراغ، كالآية التي أمامنا إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني فراغا. المعنى الثاني بمعنى الدوران، قال تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون، أي يدورون. المعنى الثالث سير السفن في البحر، قال تعالى والسابحات سبحا، المراد سير السفن في البحر. المعنى الرابع التسبيح، الصلاة، قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، المراد هنا الصلاة. المعنى الخامس للتسبيح والسبح بمعنى التعظيم والتنزيه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقال تعالى فسبح بحمد ربك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، يعني اذكر الله سبحانه وتعالى، قل بسم الله سبحانه وتعالى في ابتداء قراءتك، وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع، انقطع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت منشغل في حياتك لكن قلبك منقطع إلى الله سبحانه وتعالى، منقطع يعني تصل، انقطع عن الدنيا بقلبك فاتصل بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله سبحانه وتعالى قال
رب المشرق، هو الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لذلك فاتخذه وكيلا، وكل أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون، ما يقوله كفار مكة من أذاه من الأذى، اصبر واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل الذي ليس فيه جزع. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال، لكن نقول هذا يعمل فيه حسب المصالح، والله أعلم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين، اتركني أنا أكفيكهم، يعني المكذبين يعني صناديد قريش، رؤساء قريش. وذرني والمكذبين، هذا تهديد من الله لهم. أولي النعمة يعني أصحاب النعمة، أصحاب الغنى. ومهلهم قليلا، انتظر. لذلك قتلوا بعد ذلك بيسير، قتلوا في بدر. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا يعني قيودا ثقالا، وجحيما يعني نارا محرقة في الآخرة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة، طعام يغص به في الحلق، الزقوم أو الضريع أو الغسلين. وعذابا أليما أي مؤلم، هذا كله لمن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. متى هذا النكال؟ لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى؟ قال يوم ترجف الأرض. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني ينكل الله سبحانه وتعالى بالكافرين ويعذبهم. يوم ترجف الأرض يعني ترجف يعني تتزلزل الأرض. والجبال، وكانت الجبال هذه الكبيرة العظيمة كثيبا، يعني الكثيب هو الرمل المجتمع، مهيلا سائلا بعد اجتماعه. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة، إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، فرعون عصى موسى، فأخذناه أخذا وبيلا شديدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سور وآيات أخرى. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كما أن الله سبحانه وتعالى عذب وأهلك فرعون، الله سبحانه وتعالى يخاطب كفار مكة يقول فكيف تتقون إن كفرتم، إن كفرتم ولم تؤمنوا بهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تتقون يعني كيف تتقون، يعني كيف تتحصنون، كيف تحمون أنفسكم من عذاب الله إن كفرتم. متى؟ يوما يعني عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، من هول يوم القيامة يكون الشاب، يوم يقول الله سبحانه وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا من عظمته وهوله. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر، السماء هذه السماء التي تشاهدها منفطر يعني ذات انفطار، يعني تنشق في هذا اليوم. السماء منفطر به يعني بهذا اليوم لشدته. كان وعده مفعولا، وعد الله سبحانه وتعالى بمجيء هذا اليوم مفعول يعني كائن لا محالة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الذي يريد الخلاص من هذا العذاب الأليم يتخذ إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة سبيلا، فيسلك طريق المتقين ويترك طريق الكافرين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى يعني أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني تقوم أدنى مما ذكر في أول السورة. وطائفة من الذين معك، كذلك طائفة تقوم كما تقوم أنت، وطائفة من الذين معك يعني يتأسون بك. فكانوا كما قلنا في أول السورة لا يدري كم صلى من الليل، كم بقي من الليل، فكان يقوم الليل كله احتياطا، فشق عليهم. فقال الله سبحانه وتعالى والله يقدر الليل والنهار، يحصي الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم الله سبحانه وتعالى أن لن تحصوه،
يعني لا يمكن أن تحصوا الليل تقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميع الليل، وذلك يشق عليكم، فتاب عليكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، خفف الله سبحانه وتعالى عنكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة اقرأوا ما وصلوا ما تيسر لكم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يضربون يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله يعني يطلبون رزق الله سبحانه وتعالى بالتجارة وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذه الفرق كلها الثلاث يشق عليهم ما ذكر من قيام الليل، فخفف الله سبحانه وتعالى عنهم ما تيسر، ثم بعد ذلك نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس. فاقرأوا ما تيسر منه كما تقدم. فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فقرأوا ما تيسر منه كما تقدم، وأقيموا الصلاة أي المفروضة، وآتوا الزكاة. هنا قال من قال بأن في السورة آية مدنية يريد هذه الآية، لأن الزكاة قالوا لم تفرض إلا في المدينة، ومن يقول أنها كلها مكية يقول أنها فرضت في مكة لكن المقادير حددت في المدينة، والأمر واسع. وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني تعطون القرض الحسن، يعني يكون عن طيب نفس. أقرضوا الله قرضا حسنا يعني تنفقوا شيء زائد عن المفروض في سبل الخير، القرض الحسن يعني عن طيب قلب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله في الآخرة هو خيرا، خير مما بذلتموه في الدنيا، وهو الفضل الذي بعد النفقات الواجبة. إذن ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب أفضل من الذي تنفقونه في الدنيا، وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب، رحيم للمؤمنين.